مساء الخير عليكم البنات، وش راكم؟ ان شاء الله كاملكم بخير، وهذا الفيديو تلقاكم كامل مهنيين يا رب. بالنسبه للمشتركات اللي دخلوا جديد نقول لكم مرحبا بكم، نورتوا القناه. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس كي يصلكم كل جديد. ومشتركات الحبوبات الوفيات نرحب بكم للمره الثانيه، نقول لكم نحبكم بزاف. ما تنسوش لايك للفيديو، ما تنسوش تعليقكم الحلوين، وفرجه ممتعه للجميع. قبل بدايه الفيديو نصلي كمان على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله. وصفتنا لنهار اليوم حلوه بزاف راقيه وبنينه وسهله التحضير، حلوه ليزيسكيمو توالي من المناسبات والافراح. مباشره للمقادير وطريقه التحضير، نحتاج في المقادير 250 غرام مارغرين تكون طريه، نص كاس زيت، نص كاس مايزينا، 2 حبات بيض، نص كاس سكر غلاس، ملعقه صغيره خميره كيميائيه، 2 ملاعق كاكاو ولافاني وفارينا. بالنسبه للمقادير تلقاهم في اول تعليق. نخلط جميع المكونات بالباتور حتى نحصلوا على خليط كريمي، ونبدا ندير الفارينة تدريجيا لين تحصل على عجينه طريه. هزوا الفلاك تيست ما مرحبا يسكوت مختيلين دكتي ورا الحمد لله. استقبلت لاروسيت الكاطو لي زيسكيمو، تشبه طاس طاس بريزونطابل، يعني ظريف يعني سهل الخدمه. نحوج ديك 250 غرام المارغرين تيلي غامولي، نحوج نفس الكاس الزيت، نفس الكاس سكر غلاس، نفس الكاس لا مايزينا، سنات 3 ملالين طونجيه مشطوح لا ليفير شيميك، نحوج ديك سلافاني، سنات طونجين الكاكاو، عقد الفارينه. نخلط مكيوت تقرا توجور، نخلط سوباتو غامثو غاز لا كريم، ومن بعد نزال الفارينه الى قتيلي لا باتنا تيلي ترقاق. نحل العجينه ديالنا على سمك 2 مليمتر، نطبعها بهذاك الطابع اللي راكم تشوفوا فيه اوفال، وفي كل قطعه من الحلوه نقطع لها طرف واحد غير شويه. دوك تشوفوا كيفاش باش تجي تشبه لشكل الاسكيمو. نحطهم في السنيوة، ندخلهم للفرن مشعل مسبقا على درجة 180 لمدة 10 دقائق ونجبدهم. بعد ما طابت الحلوة ديالنا نخليهم يبردوا تماما. نجيب هنايا الشوكولاتة الطلق اللي انا عملتها في الدار، الوصفه في القناه ان شاء الله، اذا ما نسيت نخليكم رابط الوصفه في صندوق الوصف. نسقهم كامل بالشوكولاته، وندير لهم هذوك الاغصان تاع الاسكيمو، يتباعوا عند اللي يبيع لوازم الحلويات. شريتهم ب 10000، هذه الحزمه كلها ب 10000. صغارنا قال لي الاسكيمو طول السنزون وقت السنزون الحوايج كل الكاطو واخذت 10000 بيسقان تم قوتنيوك 10000 في سيدوغا.
هذا نجزم منصف خاطر تولمت ثاقين نقل الكاطو مشطوحيت فين يسمو غارن ثاقيت الكاطو تجيك لي صغار نوت تبيانا انت تولي مثلا راك كي صغار ني انا نقبل الشوكولا اصلا انا صغار ني سوفلا انا انا شوكولا شطح الشوكولا سوفليك صغار ني باش تنتظ فين سوفلا هاد تنصنتو من بعد نخدم الشوكولا سوفلا سد نسفسي لا طابلات الشوكولا سنر كاوكاو باش دي ديفان شكون فيرو روشي هاد ديفان سوفلا دا حشاو ملي زيسكيمو بعد انا تنجدي سمي ضبط حتى نقدم جبت هنايا طابلة تاع الشوكولا ذوبتها في حمام مائي درت لها 2 مغارف من الحليب ملعقة من الزيت نزيد لها فنجان تاع الكاوكاو محمص ومطحون نغمس الحلوى ديالنا في الشوكولا نرفتها غير بالعقل نغمسهم في الشوكولا ونخليهم يتقطروا وتنشف الشوكولا تماما ونتلقاو باش نشوفوها في الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي للحلوى ديالنا بعد ما كملتها وحطيتهم في الكيسات جات حلوه ما شاء الله شكلا ومذاقا. نقول لكم ملاحظه برك، انا الشوكولاته الطلق ما عملتهاش بالحليب باش كي تقعد الحلوى مده طويله ما تفسدش. نخلي لكم وصفه الشوكولا في صندوق الوصف، بصح كي تحبوا تطلوا بها الكاطو ديروا في بلاصه الحليب ديروا الماء. نتمنى عجبتكم وصفتنا لنهار اليوم، اذا عجبتكم ما تنسوش ديروا لي جيم لا فيديو وتبارطاجيو مع الاصدقاء. نتلاقاو في فيديو جديد عن قريب، مع السلامه.